بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله لينا كلام سلبيين، انا بس هقرا عشان نعرف نتكلم. ده اجتماع مجلس الاداره، حضره السيد المستشار احمد جلال، وحضره رئيس النادي، وحضره الكابتن اسماعيل السلول، الكابتن احمد عادل أو سيدنا الدكتور اللي هو الأستاذ محمد عمر الشيخ محمد عمر الأستاذ، والدكتور الشيخ الفار الوحيد المتغيب أحمد، وأحمد دلوقتي في المستشفى إن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة. وإحنا يا أبو جعورة يا قليل الأدب مش هربانين من الانتخابات، اللي كانوا هربوا امبارح هنهرب من ايه؟ احنا اصلا مش عايزين انتخابات، مش عايزين نبقى موجودين، عشان الكوارث اللي في النادي بتقول كده. لكن هو خلاص ديل الكلب ما بيتعدلش، هتعمل له ديل الكلب هتعمل له ازاي حتى لو حط عليه 100 حجر؟ فدي قله ادب وسفاله. وانا بقول للناس اللي قالوا لي عايزين الدنيا تبقى هاديه، لا دي مش هتبقى هاديه من ناحيه واحده، وفي ناس تانية عملت. هنتكلم بعد في الموضوع ده بعد ان شاء الله الجلسه. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنبدا جلستنا، احنا قرينا الفاتحه، ان ربنا يعيننا على الموجود. ما بنهربش احنا من الانتخابات. أنا من 2005 رئيس نادي، أحمد مستشار أحمد جلال من ساعة ما اتولد وهو في المجلس، كابتن إسماعيل قالوا على الأصوات، يعني ما عندناش مشكلة في الانتخابات، مشكلة عند الناس اللي بتقل أدبها دلوقتي. طب إحنا هنكمل، هنبدأ جلستنا، وبعدين بعد ما نخلص هنعمل بيان كده نتكلم فيه، أقول لكم أهم القرارات بإذن الله، الانتخابات والأجهزة والكلام ده كله. أنا بشكركم ونبدا جلسه. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الاجتماع دلوقتي مجلس الاداره واهم القرارات. رقم واحد توجيه دعوه لاجراء الانتخابات. كلفنا المدير التنفيذي اولا يكون المجلس حاضر برضو، يعني المجلس كله حاضر. وبعدين في بقى مديرين الوزارات عشان هينفذوا اللي احنا قررناه. توجيه دعوة يوم 20 ديسمبر إن شاء الله، تكليف مدير النادي لتوجيه الدعوة في إحدى الصحف، أعظم أخبار الجمهورية أي صحيفة يعني. هنفتح باب الترشيح يوم 21 ديسمبر حتى 27 ديسمبر، هيبقى لمدة 8 ساعات إن شاء الله، من الساعة 11 الصبح ل 8 بالليل. الانتخابات بتبدأ من الساعة 9 الصبح حتى الساعة 7 مساء. لكن لو في عدد من الاعضاء الناخبين موجودين في التجمع الانتخابي لم يطلب اصواتهم، هيطلب اصواتهم حتى لو وصلنا الساعه 12 واحده، لان ده حق. عاملين مجموعه من الضوابط في هذه الانتخابات، انه اول حاجه الانتخاب هيبقى بكارنيه النادي وبطاقه الرقم القومي او جواز السفر، ولن يسمح بدخول اي حد النادي في الوقت ده الا العرض من باب. بالنسبه لفتره الانتخابات لن يسمح لرئيس النادي او نائب رئيس النادي الحالي او اعضاء مجلس الاداره او غيرهم بعمل اي دعايه داخل النادي. لن يسمح لاي موظف او اداري انه يعمل دعايه لرئيس النادي او مجلس الاداره الحالي او غيرهم داخل النادي. تعمل كده هفصله عشان الشفافيه. لن يسمح لأي مدرب أو لاعب في أي لعبة يعمل الدعاية الانتخابية لرئيس النادي أو مجلس الإدارة أو غيره. عايزين استقرار جوه النادي. أمال الناس دي هتعمل دعاية إزاي؟ حضرتك هتستلم من المدير التنفيذي داتا فيها كل التليفونات والعناوين بتاعة السادة أعضاء النادي. حضرتك ابعت لهم برنامجك، قول لهم أنا فلان الفلاني تاريخي كذا، برنامجي كذا، والناس تيجي. ممنوع ورقة تتوزع جوه النادي، أو حد يخش يلف على الناس يبقى أسرة قاعدة مثلا ترشح 20 30 واحد 40 واحد كل شوية مساء الخير مساء النور.
انا بولس. خير يا بولس؟ اصل انا مرشح نفسي. طب ايه برنامجك؟ هنقعد في الكلام ده 100 سنه؟ الكلام ده ممنوع. يعني انا ببدا بنفسي اهو، وايه مجلس الاداره، تمام؟ طبعا هيبقى في اشراف قضائي على الانتخابات وشفافيه تامه، واي حد عايز ينزل انتخابات يعمل لي كده عضلات وينزل. اتفضل يا حبيبي، اتفضل، ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله. ده الجزء بتاع الانتخابات. الجزء الثاني، احنا مش هنسكت على قله الادب. انا شخصيا مش هسمع قله الادب. وزي ما انا طلعت مع الاخوه الزملكاويه مع كل الصفحات المحترمه اللي فوق دماغنا لما اجتمعت معاهم يوم الجمعه اللي فاتت، وقلت لهم انا اول حاجه اتحدوا. لما كان في ازمه اتحدوا، لما بقينا فينا انفراج وربنا نصرنا هنختلف ونقعد نعاير بعض، انت ما عملتش لا اتحدوا. اثنين، انا قلت انا بتحمل مسؤوليه تهنئه النادي الاهلي ومجلس اداره الاستاذ محمود الخطيب. البعض قال لك لا ده الاستاذ مختار كان شايل الصفحه. السلام، لا استلمت الصفحه وانا اللي عامل التهنئه، وكنت بمد ايدي مش عشان حاجه، عشان البلد تهدى. لكن بقول للاستاذ محمود الخطيب، عند حضرتك 7-8 اولاد عاملين قنوات شتيمه في النادي وفينا كلنا، احنا هنضطر نرد تاني. وانا ما كنتش ممسوك في قضيه مش عارف ايه، فراجع بقى والنبي. لا انا بقول كلامي واضح، يا دوله يا محترمه انا بعمل تهنئه في البلد وبادرت بالتهنئه. وهم ردوا ان في وفد جه عزى معالي المستشار جلال ابراهيم، واي حد يقول لك اصل ده كان جلال ابراهيم، لا ما هو ابو احمد جلال ابراهيم المستشار جلال احمد جلال نائب رئيس النادي. فاحنا مدينا ايدينا، ما عندناش مشكله مع اي حد، لكن قله الادب مرفوض. زي ما انا عملت مع جماهير الزمالك المحترمه، بقول كابتن محمود وللدوله الموا العيال دي. ما ينفعش تقعد تتريق على النادي وتشتمنا، تشتم مجلس اداره، تشتم لعيبتي وتطلع اشاعات كاذبه وتتريق علينا واحنا هنسكت. لان لما برد في ناس بتزعل. فمن فضلك لم العيال دي، لان لمهم سهل. يا دوله زي ما في توجه من السيد رئيس الجمهوريه البلد كلها تهدى عشان الظروف اللي احنا فيها، السودان في الجنوب وليبيا في الغرب وفي الشرق، في المشاكل مع ناحيه اسرائيل والقرف اللي احنا فيه، وعندنا بقى تركيا وعندنا قطر، وقطر لسه بتشتم لغايه دلوقتي على فكره، لغايه اللحظه دي، تمام؟ فالبلد مش ناقصه اي قلاقل. احنا التزمنا عشان انا راجل دوله، بس غيري التزم. وبالمناسبه الاخ محامي الاخ محمود الخطيب بيقول ان هو رفع عليه قضيه ومضخمين الموضوع قوي، اصل القضيه ويوم 26 ودي تمنعه من الترشح، وان القضيه ان انا سبيت عرض الاخ محمود الخطيب واخته. انا عايز اقول ان القضيه اللي مش عايز افتح يعني، بس ادام انت محمد يعني محامي الاستاذ محمود عمال تفتح، ما انا هرد عليك. لا القضيه ما ليها علاقه بالساعات، لا في اعراض ولا فيها مش اعراض. ان انا قلت لو انت خدت ساعات رجعها، القضيه فيها تقرير مش مظبوطه كلها بتأيد اللي انا قلته. فانا مش عايز اتكلم في قضيه عند القاضي، بس بقول للاخ محامي الاخ محمود الخطيب من فضلك لم نفسك بقى. لان في محامي من المحامين كان موجود في القاعه سجل المرافعه كلها بتاعتي وبتاعتك وبعتها لي، لو الناس سمعتها هتبقى صعبه. فبلاش، عايزين احنا بنقفل وانت مكمل، خلاص ما عندناش مشكله، حقك. انما القضيه لا فيها عرض ولا فيها كلام الفرق له. بالنسبه لبعض الزملكاويين، يعني في ولد انا بس المره دي هكلمه بهدوء، يعني طالع تخين شويه كده بيقول يا استاذ مرتضى، انت فاكر انت واخد شيك على بياض ان احنا اللي وراك، وحضرتك قلت لي جلسه من الجلسات. وحضرتك فاهم غلط. انا بشكر جماهير الزمالك الحقيقيه، بس انا كنت بروح الجلسات 8 الصبح، كنت موجود في معركه قضائيه قانونيه ما شفتش حد. كلامي واضح؟ فبيقول ده عايز يعمل خلل في النادي وعدم استقرار. بيقول انا مجهز مش عارف ايه المفاجاه لكارتيرو،
طب انت مالك؟ انا اقول ما اقولش انت مالك؟ انت تعلمني اقول ايه ما اقولش ايه؟ انسى. انا راجع مرتضى منصور، واللي مش عاجبه شكرا امشي. فعيب انك انت توجهني اقول ايه وما اقولش ايه. ولما تعرف المفاجاه مش هتنزل من بيتك، عشان هي فعلا مفاجاه. عارف المفاجاه ايه بقى؟ ان ربنا بيحب مرتضى. مالك زعلان قوي؟ وما ينفعش وعملت عامل كده، ايه مالك؟ اهدى اهدى يا ابني، اهدى اهدى. احنا مش جايين نتربى من اول وجديد. اهدى، مش جايين نتربى من اول وجديد، انت وغيرك يعني. عيل تاني هو نفس الولد ده، يقول لك والمهندس سامي زاده هينضم هو احمد ابنه لقائمه تانية ضد مرتضى منصور. المهندس سامي زاده من حقه، هو موجود اهو قدامي، من حقه ينزل في اي قائمه، هو والاستاذ احمد ابنه، لان احمد ابنه زي ابني بالظبط، تمام. بس انا اللي بلغت الاستاذ هاني زاده، هو السيد علاء او علاء امل موجود من شهرين، انه مش معايا في القايمه. كلام واضح لاسباب احتفظ بيها لنفسي. لكن هاني زاده اخويا اخويا وكل حاجه، ينزل بقى في يقول لك وسيصدم مرتضى منصور عندما يجد هاني زاده ابنه في القايمه الثانيه. ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. انا بلغته كل مجلس كان موجود مظبوط، كلكم انتوا موجودين. قلت للمهندس هاني زاده حضرتك، قول له يا سياده اللي هو علاء مش موجود، علاء عايز احتفظ كمدير تنفيذي للنادي، اهلا بيه، تمام. دكتوره شريفه لسه بنفكر عشان في تفكير، بس مش عايز اقوله دلوقتي، لكن يعني احتمال يتغير الكلام. لكن دكتوره شريفه طبعا شرفنا في المجلس، لكن في هي عرفت الاسباب اللي انا قلت لها عليها وهي مقتنعه بيها. لكن لو الاسباب دي مش هي عندها الاسباب، مش ليها هي، لأسباب خاصة بالدولة المصرية. فالراجل كتير مش عايز راي كتير، عايزين يشتغل. أما الواد أبو جعورة قليل الأدب، قليل الأدب تاني، قليل الأدب، وأقسم بالله العظيم هحبسك. وأنا دايما بقول ديل الكلب ما يتعدل. هو في ديل الكلب بيتعدل؟ مش هتعدل. وسأله الدكتور سيد عيسى إن أنا رفضت أقابله. رفضت أقابله. طب مين ده؟ يقول لك وهيعمل انتخابات على يوم واحد غصب عنه ورغما عنه. اهدى اهدى، الايام السوداء لسه جايه لك. اهدى اهدى اهدى، بلاش انا بلاش انا. ومش فرحان انك تشتم حسين لبيب، على فكره مش بفرح، مش مبسوط انك تشتم حسين لبيب، انا مش فرحان. سيبك من رئيس لجنه والدنيا باظت اتدمرت، لا ما تشتموش حسين لبيب، ده كان كابتن الزمالك في فورتيناتي في يوم من الايام. مش فرحان انك تشتم لتريبي، راجل رئيس اتحاد بنوك مصر. انت مين؟ انت مين؟ انت محتاج تفوق. بقول للدوله بقى، سايبينه ليه؟ انتوا سايبينه ليه؟ مين اللي سانده في الطيحان ده؟ واحد عليه احكام بالحبس وطايح، سايبينه ليه؟ فمش فرحان، واصل مش عارف مين وعملنا ايه ولبيب ايه. اللي بعد كده البيان اللي نزل من انا ما اعرفش مين اللي عامله ويرد على مين، هل هو الاستاذ حسين لبيب؟ مش مكتوب اسمه عليه. هل هو استاذ التربي؟ لا. هل هو بلوزه طلوزه؟ مين ده؟ مين اللي كاتب ده؟ هل هو الواد المقفع ده اللي جاي من قطر وادوله 50,000 جنيه في الشهر فهيتجنن؟ بتقول اسلحنا اسلحنا، مين ده؟ بيان ايه اللي انت عامله؟ هو لسات الوزير يقول الدولة ما انا هضطر ارد وهعمل مؤتمر صحفي ارد. كلامي واضح، مش هسكت. هو انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك الاتي، اهو ده بيان جاي من الاداره الماليه. لميت 405 مليون 182 358 14، اهو مش ده البيان اهو، ركز يا ابني. جاوب قول لي ده بيان صح، ده طالع من الاداره الماليه ولا مش طالع؟ جاوب. انما نقعد نجعجع دماغنا وجعنا، عايزين نشتغل، ده نسميه خرابه. ادي واحد. طيب انت عمال تقول، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل. انت بعت اللعيبه ب 45 مليون، احنا طرحنا الشركه الراعيه دفعها لك، ايه فين الشركه الراعيه؟ واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم، تلميت 96 مليون 720 40 اهي قدام اهي.
بالإضافة إلى الدولارات. الدولارات 2 مليون 754,503، مش ده اللي أنت لميته؟ هو ده. فطلع لما جمعنا أو جمعنته أهو تاني الإجمالي بيجي للمصري 96,720,040 ولا 40 جنيه. بالدولار 2 مليون دولار 754,503. جاوب على ده. جاوبني. طيب أنت بعت المحلات بكام؟ اتفضل. ب 121 مليون محلات اللي أنا سايبها لك أهي 531. أدي إجمالي إيرادات لا 131 اللي أنا المحلات اللي أنا كسبتها وسبتها لك. أنت بتتكلم رد على ده. ما تغلوش على الناس. تعال الاشتراكات. انت لما المشتركات 114 اهي بتاع الاشتراكات مدير الاشتراكات موجوده اهي. اهي 114 مليون 902 209 جنيه اهو. ادي الاشتراكات 81 مليون و 33 مليون جمعهم معاه. اتفضل. وده الفلوس بقى اللي انت خدتها من اللعيبه والاكاديميات والنشاط الاجتماعي. رد على ده. طب انت 405 مليون اهو تاني اهو وكسور اهو. حضرتك بنيت كام مبنى عشان نقول بنيت؟ حضرتك اشتريت كام لعيبه؟ كام لاعب؟ قول لي. جاوبني. هو انا عايز اجي لا او هتهجص عليا انا وعلى الجماهير؟ انت بتهجص. وانا مش عايز ارد لكن عايزك ترد على اللي انا بقوله. دي بنات جايه من النادي. طيب بنيت كام ملعب؟ كام حمام سباحه؟ لا احنا جينا لقينا النادي متدمر، حمامات سباحه، ملاعب نجيله متاكله، كشافات مسروقه، تكييفات. يا جماعه ده سرقوا تكييف مكتبنا اللي انا عامله على حسابي. لا خد عندك، سرقوا الدش بتاع حمامي اللي انا برضه شاريه على حسابي، سرقوه. دمروا حضرتك الاطفال. دمروا صالة محمد حسن حلمي ودمروا صالة جمال درويش، صالة الجمباز خربوها. خربوها والتكييفات بوظوها. ايه ده؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ صالة الكاراتيه والمبنى بتاع السيد تركي الشيخ الاسانسيرات دمروها. انت بتتكلم في ايه؟ وبعدين لما تتعاقد مع 3 لاعبين تديهم 15 مليون. وانا قايل لك حمدي النقاز نصاب. اديت تقول له دفع لها، انت دفعت له. مديله انت 400,000 دولار. اعطاك 400 300 مش فاكر 400,000 دولار. اثنين عمر عبد الواحد. ثلاثه محمد شبانه، انت دافع 15 20 مليون جنيه ليهم. وانت عارف خيطك موقوف، وخيطك موقوف. استغنيت عن احسن لعيبه عندك تاني، عن احسن لعيبه عندك مجانا. مجانا. وكده موقوف. وانت مش لانك انت متعمد تخرب النادي قبل ما تمشي. سمري على جبريل على السيد على اشكال دي. هو انت مش عارف ان لما توقف القيد عقوبه تطعن عليها؟ ما طعنتش ليه؟ وجيت على الواد اللي اسمه حسام ده وقعدت تقول له اصل امير، وطلع ايمن العزيز قال لك كذاب. وطلع مش انت ما رحتوش اصلا المحكمه لان الواد ما قدمش اصل عقد بتاع الاكاديميه بتاعت الكاميرون ده. بعت صوره بالايميل. ليه بالايميل؟ عشان مزوره. الواد اتعاقد في شهر 12 مع الاكاديميه وهو كان حمايته مع نادي الزمالك كانت شهر يناير، فزوروا التاريخ وما يقدرش يقدم. ما قلتوش الكلام ده ليه؟ واحنا كنا مشينا يناير. جروس كل اللي اتحكم له فقالي بقول اهو جروس سعديل عايز عقده بالكامل. تمام؟ اتحكم اول ده عندنا ايامنا احنا اترفض. هو المساعد الاول اترفض ايام كنت راح اعرف قضيه. اتحكم له بايه؟ اتحكم له بالشهرين اللي كانوا ليه ومكافاه كونفدراليه. قلت له طوال عمري اسمه احمد موسى 700 مليون والواد ده اسمه عمرو اديب. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ انتوا عرفتونا وشو بيه العيشة ايه؟ وقعدتوا هديتوا في حيننا لما مشينا وكل شويه سياده الوزير مخلفات. ايه سياده الوزير ولا سياده؟ طب لما رجعنا
حد فيهم يتكلم كده ده خالص. ليه هو ده الاعلام الجديد؟ يا كرم يا استاذ كرم يا جبر ويا حسن يا عبد الله، قناه الزمالك ما قالتش مبروك للمجلس؟ هو ده واسمها قناه الزمالك؟ كل ده طبعا هيتصلح. احنا في دوله هنقعد مع الدوله ونتكلم. حضرتك شايف انك واخد موقف من مجلس الاداره، شيل اللوجو ونعمل احنا قناه ثانيه. شكرا. الموضوع بمنتهى السهوله. انما احنا محترمين وملتزمين وكلمتنا واحده. وعشان كده موضوع وقف القيد دول اللي هم عارفين تمام، احنا ما بنسيطرش على فساد خالص نهائي. واللي غلط بنبلع عنه النيابه العامه حتى لو كان مين، من زمان مش دلوقتي. وبعدين تعالى هو، بس انا مش عايز اتكلم دلوقتي في الموضوع ده، انا عامل مؤتمر صحفي عشان الكابتن اسماعيل وامير يشرحوا لكم المصيبه اللي في العقود. وانا لما ادي لاعب عقد سنتين مقدم وعايز اعاقبه، طب اخصم ايه؟ وانا لما ادي لاعب منحه 2 من 30 مليون جنيه جبته منين الكلام ده؟ وغيره وغيره وغيره. يا جماعه احنا في كارثه. وادي شفتوا نادي 900,000 جنيه ومرتبات الموظفين المدربين 10 مليون، ما فيش ولا مليم في النادي. وادي سياده الوزير اهو مدي دعم ليهم 10 مليون. ثانية واحدة بقى عايز اجيب لك الايه، ثانية. قال محمد صبحي 2 مليون. برزنتيشن الشركة الراعية واخدين منها 78 مليون اهي، 850,000 اهي برزنتيشن. طب سبتوا لنا ايه؟ ده انتوا مصمصتوا النادي. وجاي ترد بايه؟ رد على ده. مش انت راجل؟ رد على ده. انما نقعد نجعجع واحنا مش فاضيين لصالح الجعجع، عايزين نشتغل. احنا جايين واخدين مصيبه عايزين نشتغل. طيب. فاضل طبعا بالنسبه للمدير الجهاز المعاون الطبي واداري وفني طبعا، عرض الكابتن اسماعيل تصوره واحنا وافقنا عليه. وهنعلنه في الوقت المناسب. خلاص احنا اخترنا، خلاص هو اختار. واحنا حماده عرض ال هيكله الناشئين وافق عليه. كابتن احمد عالم عرض هيكله بيت الالعاب يد الرساله والطايره على جميع القطاعات وافقنا له عليه عشان هو ده كان مسؤول. المدير النشاط الرياضي عنده هيكله بتاعت بقيه الالعاب موافقين عليها. ما عندناش مشكله. جميع الموظفين اللي اتفصلوا رجعوا. جميع الموظفين تعينوا من اللجان، مش ماليش لجان ملهاش، مش عندي. ما يعني طارتها هي بعدم سواء. جميع المشطوبين تاني واضح وكلامي ومش بصفح حسابات. اي حد اتشطب واللجنه رجعته، لا، اللي بيرجع مجلس اداره. حضرتك في قانون ولائحه، حضرتك قدم تظلم هنبحثه، حضرتك ليك حق فوق دماغنا اتفضل. بس مفيش حسابات مع حد. انما ترجع اللي كان مش عارف مين واللي بلطج واللي ضرب مين واللي اتظبط فين، لا 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 مفيش كلام ده عندي خالص خالص. تصفيه حسابات، قول تصفيه حسابات. مش اختصاصك. زي ما مش اختصاصك انك انت تمضي على محق. مش انا بقى، طب يا عم ادي اللائحه بتاعتنا مش عاجباك، فادي اللائحه الاسترشاديه. مش دي الاسترشاديه اللي انت متمسك فيها بالغلط، مش مشكله. بتقول ايه؟ ادي الماده 35 اختصاصات مجلس الاداره. يبقى يا باشا مجلس الاداره اختصاصات الاتيه، ماده 35 تمام؟ ناخد كده واحده واحده. بحث الشكاوى التي تقدم الاعضاء او ضده والفصل فيها توقيع الجزاء. ده مجلس اداره ولا لجنه؟ مجلس اداره. اثنين، وضع النظم والاهل زي ما تنظيم شؤون النادي ده واصدار التعليمات تضمن من حسن السير العمل بين الموافقه على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النادي. يبقى كل العقود ده مجلس اداره. حضرتك مين؟ هي مش بلطجه. مش دي اللائحه اللي انت عمال تقول عليها ايه؟ هي نفس الكلام بتاع اللائحه المحترمه اللي الجميع ما يوافق عليها. وانا عديت الموضوع دون احتراما للي كتب رايه. تمام؟ تعال دعوة الجماعة طبعا، وبعدين
نسيت. تعيين مدير والعاملين بالنادي وتحضير العضو وكفاءته واتخاذ اجراءات تأديبية قبلهم. انت ليك صفة؟ مالكش صفة. مش دي لائحتك اللي انت عملت هتقول الاسترشادية جبتها في الاسترشادية. خلاص؟ إصدار القرارات الخاصة بتنظيم جهاز الوظيفي تحديد مسؤوليته. دي اللائحة بتاعتك. اللي هي بقى نفس الكلام اللي هتلاقيه عندي هنا في المادة كام؟ 35 برضه اهي. اهي برضه 35. اللائحة بتاعت الجميع وهي المحترمة اللي اعتمدتها. بس احنا فوتنا الموضوع عشان ما عندناش مشكلة. اعمل على أي لائحة. الذكر ينزل من الانتخابات. الذكر. خلاص؟ أعضاء الجماعة وهي محترمين. فاهمين واعيين. عارفين مين اللي بنى ومين اللي هد. عارفين مين اللي اتبرع ومين اللي سرق. الناس عارفة كل حاجة. عارفين مين اللي حجز على النادي وعصابته. اتفضل. بص يا سيدي. البت في طلبات العضوية واسقاطها وفق على كذا. بحث الشكاوى تقدم الأعضاء وضده بنفس الكلام ليه؟ الموافقة على العقود والاتفاقات اللي تبرم باسم النادي مش هو ده؟ اختار أي لائحة تعجبك. أي لائحة هتعجبك أنا موافق عليها. إنما اللي حصل ده جريمة. أخيراً قبل أخيراً الباب مفتوح لأي حد عايز يترشح. أي حد عايز يترشح الباب مفتوح له. ده مش حكر على مرتضى ولا أحمد جلال ولا إسماعيل ولا حد خالص. أهلا بيكم كلكم. اطرح نفسك للأعضاء لما تاخد الداتا وابعت لهم أنا مين وتاريخي إيه تمام؟ وأنا تحت أمر أي حد اتفضل. ما عندناش غضاضة أي حد ينزل الانتخابات. ومش هنعمل بالورق أبطال. الورق الصغير ده مش هعمل منه بطل. تعالى انسى. ما تقعدش تعيط وتلطم بقى أصل شايلني وعملني وبتاع. لا انسى طبعا انسى. مش مشكلة. أخيرا كلنا تابعنا اللفتة الإنسانية الكريمة اللي عملها سيادة الرئيس مع ولادنا أصحاب الهمة. مشهور جدا جدا. وعلى فكرة أبكانا وضحكنا. يعني كلكم شفت البنت الجميلة دي اللي قاعدة تبص له وتضحك فهو الراجل بيضحك اللي هو إنسان في الآخر تمام؟ وبنشكر الكابتن محمود الخطيب انه استجاب لسياده الرئيس او رغبه الشاب هو مش صغير يعني الشاب احمد اعتقد اسمه احمد العطار واستقبله وعمل له ادويه رياضيه. وبقول لاحمد موسى انت في اليوم ده طلعت اما جبت الاستاذ محمود الخطيب على الهواء وقعدت تقول له هو ده نادي الوطنيه ايوه كده انت بتعمل فتنه في البلد. طب ايه رايك بقى؟ واللي عمل 350 عضويه مجانيه للشهداء واسرهم. طب ايه رايك بقى اللي عمل لاصحاب الهمم دي عضويات عنده برضه في النادي؟ بس ايه بقى؟ احترامي لكابتن محمود الخطيب. لا العضويه الرياضيه مدتها سنه. والعضو الرياضي ما يخشش الا لوحده. تمام؟ والعضو الرياضي ملوش يتجول في النادي. انت بتلعب كاراتيه تروح حصلت كاراتيه، بتلعب سلاح تروح حصلت سلاح. تمام؟ لكن لفته كريمه طبعا سياده الرئيس وما كانش يستحق اللي عمله احمد موسى الفتنه. هو انا عايز انت برنامج رياضي ولا سياسي ولا فني؟ هات عمر كمال بتاع الاغاني. هات مش عارف مين في السياسه، انت مش عارف انت مالك اليومين دول تايه كده؟ تايه ليه يا احمد؟ تعبان من ساعه ما رجعت؟ ربنا يهديك ويشفيك ويعفو عنك. تمام؟ أنا بقى بقول لسيادة الوزير من فضلك أيا كان صاحب الهمة. طب ما في بنت كان نفسها تطلع طيار مش كده؟ والولد الجميل أحمد اللي السيد الرئيس حطه قعده على الكرسي جنبه وغيره وغيره وغيره. هما مش أقل من أحمد العطار كلهم أصحابهم. فأنا هخاطب سيادة الوزير وخاطبه دلوقتي. نادي الزمالك هيعمل 50 عضوية عاملة لاصحاب الهمم. يجوا يستلموا الكارديهات. يجوا يجيبوا الكشف يقول لهم كارديهات عضويه عامله. يعني يخش هو واسرته وما بتنتهيش. تمام؟ وهي عضويه عامله مجانيه. عارفين ليه بقى؟ احنا عاملين ده قبل كده. بس الاعلام ما بيطلعش الزمالك في الصوره دي. لا لازم اشوهه. لان اصحاب الهمم دول بركه.
دول بركة والله، وربنا سبحانه وتعالى اختصهم بالجنة. اوعى تستهتروا بيهم، اوعى تستهتروا بيهم. ده اصحاب الهمم اللي عندي في النادي واخدين بطولات على فكرة عالمية. اعتقد في بنت اسمها لبنى بتهيألي في السباحة مش كده، وغيرها، والولد بتاع العاب القوة تمام، دول فوق دماغنا. سيادة الوزير بعت لي كشف 50 دي مرحلة الأولى، هياخدوا أدويات عاملة مجانية. مش رياضية يا أستاذ أحمد يا موسى. وده مش صراع بيننا وبين، بالعكس. عمل الكابتن محمود خطيب جميل المستقبل الولد، وجميل إن الولد لبس فانيلا عليها سيادة الرئيس جوه النادي الأهلي. النادي الأهلي نادي عريق وطني أوي طبعًا. بس مرتضى منصور أحمد يا موسى جوه قطر، والخلاف على شده لبست لعيبه الزمالك كلهم فانيلات، نزلوا بيها الملعب عليها صوره سياده الرئيس وتحتها تحيا مصر. بس انت ما خدتش بالك عشان انت بتبص بربع عين. ربنا يرجع لك العين الثانيه. انت وعمرو اديب وشوبير، انا عارف انه، انا عارف طبعا انا مقدر ظروفكم، لكن في النهايه انا ملتزم ان احنا عايزين هدوء، مش مني، من جميع الاطراف. انما لما يطلع اعلامي يقول اصل ده نادي الوطنيه، يعني احنا جايين من الشارع؟ لا، عايزين الدنيا تهدى عشان البلد فيها مشاكل كتير. البلد فيها مشاكل كتير. وبعدين انا لما طلعت شفرت سياده الرئيس، هو سياده الرئيس كل اللي عمله ان ده توجيه، دي دوله القانون تنفذ احكام المحاكم. وانتوا واخدين بالكم ان السيد وزير قاعد يدرس شهر واربع ايام ازاي؟ لكن لا، في ملفات بتروح نادي الزمالك، مش نادي صغير، لا، اللي فات بتروح صح. فالرئيس رئيس الجمهوريه المحترم ادى تعليم. ليه بقى؟ انا شكرته لان في بعض الزمالكيه دخلوا على صفحته الشخصيه بيقولوا يا فندم مش معنى الزمالك. فلما يتعمل حاجه صح لازم نقول له تعظيم سلام، مش ابو عرس هو بيدخل، هو مش عايز يتعلم. اتعلم ايه واعمل ايه؟ اتعلم ايه؟ اتعلم هيلا تمام. ولا ما شكرت الفريق كامل، الوزير شكرته اللي كان ليه دور، دور محترم في انه بيوصل الصوره الحقيقيه. هو في نفس اليوم ده لما احمد الاستاذ محمود الخطيب عمل مداخله مع احمد موسى، مش شكر سياده الرئيس على انه ادى توجيه الارض بتاعت النادي الاهلي سهلوها له ودوه مهله؟ ما حدش اتكلم ليه؟ انا لما اشكر ده بيدخل الرئيس في امور فيها. هو لجنه الاستاذ حسين لبيب لما عملت بيان كامل شكر سياده بيان لسياده الرئيس ان هو ادى تعليمات مهله سنتين للزمالك اللي احنا كنا سايبينه فيها مباني وما عملوش حاجه. ها؟ لا، اصل انا ابويا وامي ايه وانتوا؟ لا 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 لا، ده اعلام مش طبيعي. فانا ملتزم لان الدوله دي المصريه في الجمهوريه الجديده كلنا نهيئ الهدوء ليها عشان يعرف يشتغل. ولا عندي خلاف مع السيد رئيس الوزراء، ولا عندي خلاف مع وزير، ما عنديش خلاف مع حد خالص. قصه وانتهت خلاص. ولما بشكر السيد وزير الداخليه لانه بيكتب تقرير، في مش عنده جهاز امن دوله وامن عام بيكتب تقرير. لما يكتبوا ان مرتضى منصور ده ليه شعبيه طاغيه في المكان ده، الواد يقول لك ايه؟ وكان مأجر ناس. ايوه مأجر ناس، مأجر مين يالا؟ مأجر مين؟ مش انا بتاع التأجير يالا. اقسم بالله العظيم ما كنت اعرف ان موجودين دول ايه. وقال لك اصل في يافطه مش عارف في الكاراتيه والمصحف ما شفتها، ولو كنت شفتها كنت قلت لهم شلوها. دول اعضاء جمعيه عموميه غبي محترمين عارفين قيمه مرتضى منصور. وبحذرك للمره الاخيره هتقل ادبك. انا لغايه دلوقتي ربنا هديني، بلاش ده معايا بقى، بلاش. وخلينا نسامح، اوعى تفتكر بالطريقه دي ان هتنزل عن الاحكام الحبس. لا، مش هتنزل زي ما انت عملت ايه لادبك. خلينا يا ابني نسامح عشان تعرف تربي ولادك. في الاخر بشكر جميع الاميه المحترمين وجميع الزمالك المحترمه فوق دماغنا. وزي ما انا قلت كل اول يوم، كل جمعه من اول شهر باذن الله ماشي في العمر، هيبقى في اجتماع مع كل الصالحات في نفس المكان، صاله المرحوم محمد حسن. وادينا بنشتغل بنصلح اللي اتفسد، وبنعمل اللي بقالنا 10 ايام شغل 24 ساعه. بالنسبه للكارنيهات من يوم الاحد ان شاء الله
اعضاء النادي يستلموهم جوه النادي. الكارنيهات خلاص خلصت. فاضل لك قد ايه في الكارنيهات؟ حوالي 40,000 عضويه. نعم؟ نص كده. يعني فاضل لك كام عضويه؟ يعني من اول 50,000 لحد الباقي. طيب يعني دول يخلصوا في قد ايه؟ يعني اسبوع كده ان شاء الله. يعني مثلا على يوم الاربعاء يستلموا؟ طيب يوم الاربعاء ان شاء الله الاعضاء كلهم يكون كارنيهات جاهزه يستلم الكارنيه، لانه بعد يوم الاربعاء مفيش حد يخش النادي من غير كارنيه حتى انا. كل سنه طيبين وربنا يوفق مصر رقم واحد ويوفق النادي الزمالك العريق اللي شاف اللي عمره حد شافه، وربنا يعيني انا والناس اللي معايا او هتبقى معايا ان شاء الله في التركه الثقيله دي الصعبه اللي المفروض حد تاني يقول ده مستحيله، لكن مفيش مستحيل لما يكون عندك ايمان بربنا وثقه في نفسك وفي الناس اللي شغالين معاك وانك عندك قدره تتعدى اي صعاب بامر الله ان شاء الله. بشكرك.